أهلا وسهلا بكم. سأقدم لكم في هذا الدرس دليلا سريعا لتوزيعة أوبونتو بالنسبة للمتوسطين. الدليل سينقسم لأربع مراحل سأتكلم فيها عن إدارة المستخدمين، إدارة الملفات، إدارة البرامج، وأخيرا إدارة ومراقبة النظام. لكن قبل أن نبدأ في أول مرحلة من هذا الدليل، أشير أو نتفق على معنى المتوسط أو المستخدم المتوسط بالنسبة لتوزيعة أوبونتو. هنا أقول مستخدم متوسط أعني مستخدم تمكن من المرحلة الخاصة بالمبتدئين. لنتكلم عمليا أعني بذلك أنك شاهدت درس الدليل السريع للمبتدئين بالنسبة لتوزيعة أوبونتو، تمكنت من كل ما جاء فيه، شاهدت أيضا دروس أو دورة لينكس واللغة العربية كاملة، أيضا بالنسبة لدورة جمالية لينكس، وتتمكن من استخدام توزيعة أوبونتو بالنسبة لأعمالك اليومية دون أي مشكل. الآن أردت أو تريد الانتقال لمرحلة أكبر، مرحلة أكثر تطور. بما أنك لديك معارف أساسية بالنسبة لتوزيعة أوبونتو، فأنا لن أدخل في تفاصيل كل ما سأقدمه في هذا الدرس، بل سأكتفي بالإشارة إلى ما يمكن أن تقوم به، ما هي الإمكانيات المتاحة، وبعض النصائح الخاصة بتلك الإمكانيات وكيفية الاستفادة منها. إذا لنبدأ على بركة الله، نبدأ بإدارة المستخدمين. أفترض أن أغلبية مستخدمي الحواسيب الحاليين لديهم حواسيب عائلية يستخدمها أكثر من شخص. سيكون من الأفضل إنشاء أكثر من حساب على نظامك، نظام أوبونتو. لما؟ أو لنبدأ أولا بطريقة إنشاء حساب. ندخل على إعدادات النظام، وهنا سنجد حساب المستخدمين. أقوم أولا بفتح القفل عن طريق الضغط على افتح، ومن هنا سيمكنني إضافة حساب جديد أو إنشاء حساب مستخدم جديد عن طريق الضغط على علامة الزائد. هنا أقوم بإنشاء حساب جديد سيكون معطل، أضغط على الحساب معطل، هنا أعطيه كلمة سر وأغير. إذن أول أو حين أختار النظام سأختار هل هو أو الحساب، أختار هل هو حساب عادي يعني له صلاحية محدودة، أو حساب مدير أي له صلاحية تثبيت البرامج والتحكم في النظام أيضا. إذا غير، فيصبح الآن النظام أو الحساب الذي قمت بإنشائه مفعلا. هنا يمكنني دائما اختيار، على بما أنني مدير النظام يمكنني دائما التحكم في نوع حساب المستخدمين الذين الموجودين على نظامي، أو اللغة. هنا خيارات بالنسبة للولوج. قلت لما حساب مستخدم جديد أو حسابات مستخدمين جدد؟ لو كان لك كما قلت استخدام أو حاسوب ذا استخدام عائلي يستخدمه أكثر من فرد، هكذا سيكون لكل فرد إعداداته الخاصة. وهنا فرق كبير بين أنظمة لينكس وأنظمة ويندوز بالنسبة للمستخدمين. حين تقوم بإنشاء حساب جديد على توزيعة أوبونتو أو على أي توزيعة أخرى من توزيعات لينكس، فسيمكن لهذا الحساب أن يكون له واجهته الخاصة. مثلا أنا هنا أستعمل على حسابي واجهة يونيتي، هذا الحساب يمكن أن يستعمل واجهة كنوم شيل، يمكنه أن يستعمل واجهة كنوم كلاسيك، يمكنه أن يستعمل واجهة سينامون، فتبقى خاصة به فقط. يمكنه أن يستعمل أيضا النظام بلغة أخرى، مثلا أنا أستخدم هنا النظام باللغة العربية، هذا الحساب يمكنه أن يستخدم النظام باللغة الألمانية، باللغة الإنجليزية، بأي لغة يريد دون أن يؤثر على حسابي أنا. فيكون دائما هناك تفريق بين الحسابات، كل حساب له إعدادته الخاصة من حيث الواجهة، من حيث اللغة، من حيث الإعدادات. إذن هذه ميزات يمكن الاستفادة منها فيما يخص إدارة المستخدمين. إذن انتهينا من هذه النقطة، نلتقي للنقطة الثانية وهي نقطة إدارة الملفات. إذا ندخل على مدير الملفات، وسأتحدث هنا عن نقطتين أنصح بالتمكن منهما لمن يريد الانتقال من مرحلة المبتدئين لمرحلة المتوسطين. النقطة الأولى هي معرفة بنية ملفات أو بنية الملفات على أنظمة لينكس. في ويندوز هناك بنية مختلفة تماما عن لينكس. في ويندوز نجد البنية على شكل أقراص، تكون مقسمة على حروف C D E F وهكذا.
في وين أو في لينكس هناك دائما ملف جذر نسميه بالجذر root، ومنه تتفرع جميع الملفات فنسميه بالملف الجذر root. حتى الأجهزة مثلا قارئ الأقراص فلاشة USB فهي أيضا نتعامل معها لأنها ملف عادي. مثلا لدخول مجلد الروت أو الجذر ندخل على نظام الملفات في تصفح ملفات نيستيلوس له هذا الرمز سلاش، منه يمكن الانتقال الآن إلى أي ملف موجود بالنسبة على نظام على القرص الصلب. مثلا في مجلد المنزل نحن تعودنا للدخول له مباشرة من هنا من أيقونة المنزل، لكن هو موجود أصلا في مجلد الروت الجذر هوم، هنا تجد أسماء المستخدمين اسم المستخدم الخاص بك فتجد نفسك في مجلد المنزل الخاص بك. مثلا أجزاء القرص الصلب، مثلا هنا تظهر أجزاء المستعمل، مثلا حين أضغط على هذا القرص أو هذا الجزء تظهر مكوناته، لكن عمليا أو في الحقيقة هو موجود أيضا ضمن مجلد الروت، وهذا هو التفرع ميديا في مجلد ميديا اسم المستخدم الخاص بك، وهنا تجد جزء القرص الصلب الذي دخلت له من قبل. إذن هنا هذا هو التفرع الجذر ميديا اسم المستخدم وجزء القرص الصلب. إذن هذه الجزء أول التمكن من بنية الملفات على أنظمة لينكس. يمكن أن نقول أن ذلك الآن في هذه المرحلة المتوسطة لن يفيدك كثيرا، لكن حين تريد الانتقال لمرحلة المحترفين بنية الملفات جد مهمة، لأنك ستبدأ بالتعامل مع الطرفية، والتعامل بالطرفية يقتضي بالضرورة معرفة بنية الملفات على لينكس للتنقل بينها بواسطة أوامر. إذا كان هذا الجزء الأول. الجزء الثاني هو أن تكتشف متصفحات ملفات أخرى على ويندوز. هناك متصفح ملفات واحد يأتي مثبت افتراضيا، وليست هناك إمكانيات كثيرة أخرى، أو الأغلبية لا يعرف إمكانيات أخرى على ويندوز. متصفح هو ويندوز إكسبلور. بالنسبة للينكس كل توزيعة كل بيئة مكتب لنقول كل بيئة مكتب تأتي بمتصفح ملفات افتراضي خاص بها، مثلا على توزيعات أوبونتو المعتمدة على بيئة المكتب جنوم متصفح الملفات الافتراضي هو نيتيلوس، هو برنامج نيتيلوس. لو استخدمت بيئة مكتب أخرى مثلا KDE ستجد أن متصفح الملفات هو دولفين، مثلا في XFCE متصفح الملفات هو ثونر، وهكذا. إذن هناك متصفحات ملفات عديدة، لكن يمكنك تجربة متصفح ملفات خاص ببيئة مكتب أخرى على توزيعاتك. مثلا على توزيعات أوبونتو يمكنني أن أثبت دولفين، يمكنني أن أثبت ثونر، وأستكشف ما هي الميزات التي تقدمها تلك المتصفحات. إذن قلنا النقطة الأولى بنية الملفات. النقطة الثانية هي استكشاف متصفحات ملفات والاستفادة من ميزاتها. مثلا في متصفح ملفات نوتيلوس هناك العديد من الميزات التي يمكنكم التعامل معها واستكشافها، مثلا اللوحة الإضافية بالضغط على F3 F3، هذه أشياء يجب أن تقرأوا عنها وتبحثوا عن كيفية التعامل أو الاستفادة من متصفح ملفات على أكبر قدر ممكن. بهذا نكون انتهينا من دراسة ملفات، تعرضنا فيه لنقطتين بنية الملفات والاستفادة من متصفحات الملفات. كما قلت أنتم الآن في مرحلة المتوسطين، يجب أن تبحثوا ولن أقدم لكم كل شيء. ننتقل الآن بالنسبة لإدارة البرامج في مرحلة أو في درس دليل السريع. بالنسبة للمبتدئين تحدث عن كيفية البحث وتثبيت البرامج من خلال مركز برمجية أوبونتو، والآن سأتحدث عن مخازن البرامج. كيف نتعامل مع مخازن البرامج؟ ما هي مخازن البرامج؟ أو لنبدأ من الصفر بالنسبة لمخازن البرامج، ندخل على إعدادات النظام، وهنا سنجد ما يسمى بمصادر البرمجية. حين نفتحها تفتح لنا هذه النافذة، فيها يمكن الاختيار بين أنواع البرمجيات المقدمة من طرف توزيعات أوبونتو. هنا يجب أن تعرفوا الفرق بين برمجيات حرة وبرمجيات مقيدة أو برمجيات مملوكة. البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر هي التي يكون كودها المصدري متاح للجميع، وهي ما تسعى مؤسسات
البرامج الحرة مثلا كجنو لنشرها والتعريف بها. برامج المقيدة أو المملوكة هي التي يكون كودها المصدري غير متاح. دليل كبير على ذلك هي شركة مايكروسوفت مثلا التي تقدم برامج مملوكة أو مقيدة. طيب الآن يجب عليك نوعا ما القراءة أكثر عن معنى البرامج المفتوحة، الفرق بينها، ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في برنامج ليكون برنامج حر أو مفتوح المصدر. لكن الآن عمليا في هذه الفئة سنتطرق للخادوم أو الخوادم التي يمكن تحميل برامج وتحديثات أوبونتو منها. افتراضيا يكون التنزيل من الخادم الرئيسي بالنسبة لأوبونتو، لكن يمكنك بالضغط على هذه اللائحة يمكنك اختيار خادم آخر. دخل إلى أخرى، هنا ستجد لائحة بالدول وكل دولة فيها عدة، مثلا في السعودية هناك خادم أيضا، كل دولة فيها عدة خوادم يمكن اختيار خادم منها. أن تحاول أن تختار خادم يكون أقرب إليك، أو يمكنك أن تكتفي باختيار أفضل خادم فيقوم النظام بفحص الخوادم واختيار أفضل خادم بالنسبة لك. اختيار الخادم أو تغيير الخادم سيفيدك في شيئين. أولا وتيرة التحديث، يمكن أن تصلك التحديثات بوتيرة أسرع ويمكن أن تصلك بوتيرة أبطأ على حسب تحديث الخادم الخاص بك. جهة أخرى سيفيدك في سرعة التحميل، لو كان الخادم أقرب إليك فبالضرورة سيكون سرعة التحميل أكثر. إذن هذه شيئا يمكن الاستفادة منهما حين تختير الخادم. الخادم هو نقول الحاسوب أو مجموعة الحواسيب التي توجد عليها البرمجيات أو البرامج أو التطبيقات التي تقوم بتحميلها ثم تثبيتها على توزيعاتك. حين تبحث مثلا في مركز برمجيات أوبونتو فهو يتصل بهذا الخادم ويبحث عن البرنامج ويقوم بتحميله وتثبيتها على توزيعاتك. إذن هذا بالنسبة للبرمجيات أو البرامج. ننتقل الآن بالنسبة لإدارة النظام، وسينقسم إلى جزئين، التحديث والمراقبة. بالنسبة للتحديثات أيضا موجودة في مصادر البرمجيات، هنا يمكنك التحكم في أي نوع من التحديثات تريد أن تظهر لك. هناك أربع أنواع: تحديثات أمنية، تحديثات مستحسنة، تحديثات ما قبل الإصدار، وتحديثات غير مدعومة. أنت على حسب رغبتك يمكنك تفعيل ما تريد من هذه التحديثات. وأنصح أيضا بالقراءة عن الفرق بين هذه التحديثات. هنا لدينا وتيرة التنبيه بالتحديثات وتثبيتها، كم كل يوم ستريد أن يظهر لك تنبيه بوجود تثبيتات، ماذا سيحدث حين تتوفر تحديثات أمنية، ماذا سيحدث حين تتوفر تحديثات أخرى. فهي كلها أشياء يمكنك التحكم فيها من هذه الإعدادات. وهنا أيضا بالنسبة للترقية من نسخة إلى نسخة يمكنك التحكم في إمكانيات الترقية لإصدارة جديدة كيفما كانت، أو فقط الإصدارات ذات الدعم الطويل. هذا بالنسبة للتحديثات بالنسبة لإدارة النظام. جزء آخر بالنسبة لإدارة النظام هو مراقبة النظام. في ويندوز كان أو تعود الكثيرون على ما يسمى بالتاسك مانجر، أي مدير الأشغال. في لينكس أو أوبونتو موجود أيضا ما يسمى بمرقاب النظام. مرقاب النظام لو دخلنا له سنجد هذا التطبيق على هذا الشكل. النافذة الرئيسية يعطينا فيه معلومات عن الجهاز، وهنا في العمليات نجد الأشغال، قيد التنفيذ. يمكن أيضا بالضغط يمين على شغل معين التحكم في إيقافه أو قتله في حال كان لا يستجيب، وتغيير الأولوية الخاصة به، وهناك عدة خيارات أخرى أنصح أيضا بالتعامل معها ومعرفة ماذا تعني بالضبط. هذا بالنسبة للعمليات مقابل تاسك مانجر في الويندوز. والموارد، هنا يمكنك رؤية مدى استهلاك جهازك بالنسبة للمعالج والذاكرة والشبكة. هنا من يعاني في بطء من الجهاز يمكنه الدخول لهذه النافذة أو لهذا البرنامج مرقاب النظام في الموارد،
ومتابعة مدى استهلاك جهازه للمعالج والذاكرة والذاكرة البديلة سواب. لو كان هناك استعمال أو استهلاك كبير، فتعرف أن مثلا قدرة جهازك لا تكفي أو غير مناسبة بالنسبة لهذه التوزيعة التي تستعمل، فيجب أن تستعمل توزيعة يعني تحتاج موارد أقل. طيب، هذا بالنسبة للموارد. هناك أنظمة الملفات خاصة فقط بأجزاء القرص الصلب، المساحة المتوفرة والمساحة الخالية منها. إذا الآن في هذا الدليل تحدثت كما قلت عن أربعة أشياء، تحدث عن إدارة المستخدمين، إدارة الملفات، إدارة البرامج، وإدارة النظام. لما قلت أن هذا الدليل هو خاص بالمتوسطين؟ لأنني لم أستعمل الطرفية في أي شيء منها، كان فقط التعامل ببرامج ذات واجهات. التعامل مع الطرفية نتركه لما بعد. بالنسبة لمرحلة المحترفين، يجب أولا الإلمام ببعض المفاهيم الأساسية بالنسبة لصدر الأوامر أو الطرفية، وذلك تكون لك إمكانية أكثر للتحكم في جميع هذه الأشياء التي رأينا في هذا الدليل السريع الآن، بالنسبة للمستخدمين، بالنسبة للملفات، بالنسبة للبرامج، وبالنسبة للنظام. قلت أن كل تقريبا ما قدمته الآن لم أشرحه بتفصيل، لأنك الآن في مرحلة المتوسطين، يجب أن تبحث، يجب أن تقرأ أكثر لتنتقل من مرحلة المبتدئ لمرحلة المتوسط الذي يعتمد بجزء كبير على نفسه لمعرفة ما يريد و ما هي الإمكانيات التي يقدمها نظامه له، لينتقل بعد ذلك من مرحلة المتوسط لمرحلة المحترف إن شاء الله. إذن كان هذا دليل سريع بالنسبة لتوزيعة أوبونتو 12.10 للمتوسطين. نلتقي في درس قادم إن شاء الله. إلى اللقاء.